مساء الخير. يعتقد ترامب أن العقوبات الاقتصادية يمكن أن تركع نظام الملال في طهران وأنها توفر عليه استخدام القوة، لكن النظام الإيراني مثله مثل أدواته وعملائه، والدول التي تدور في فلكه لا تهتم للعقوبات ولا الحصار ولا معاناة الشعوب التي يحكمونها بالحديد والنار، بل بالعكس هم مستعدون للتضحية بالملايين من هذه الشعوب للبقاء على رقابها. إلا أنه ثمة من يرى أن ترامب يسعى لتسويق نفسه للناخب الأمريكي كقائد قوي سياسيا واقتصاديا، وذلك لعدم رجوعه لمجلس الأمن أو باقي الدول العظمى في اتخاذ هكذا قرارات قبيل أسابيع من الانتخابات. أيا يكن، فإن عقوبات الأمم المتحدة التي رفعت في السابق بحق إيران بموجب الاتفاق النووي دخلت مجددا حيز التنفيذ، بل وفوقها عقوبات بحق الدول التي لن تلتزم بتنفيذ ذلك، والدول التي تقول إنها لن تلتزم بذلك كثيرة، على رأسها الدول الأوروبية وفي مقدمتها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا التي نددت بالقرار وقالت إن أمريكا تهين نفسها وتفرض أنانية إرادتها على الآخرين. القرار الأمريكي رفضته 13 دولة في مجلس الأمن من أصل 15 دولة، واعتبرته بلا أساس قانوني لأن واشنطن لم تعد طرفا في الاتفاق مع إيران بعد انسحابها منه في العام الماضي. أما طهران فهي حريصة على إبقاء التزامها بالاتفاق النووي على أمل فوز منافس ترامب الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية، والذي قال في وقت سابق إنه سيعيد بلاده طرفا في الاتفاق إذا عادت إيران أولا للالتزام بكل بنوده. فما هي العقوبات التي ستعود، وما الذي أدى بالأمور إلى تلك النتيجة، وما التغيرات أو التغييرات التي ستحدثها هذه العقوبات على أرض الواقع، خاصة وأنها جاءت في سياق انتخابي داخلي؟ هل يمكن أن يختلق ترامب صداماً مع إيران لكسب الأصوات في الانتخابات القادمة كما أشارت صحيفة الاندبندنت؟ كيف ستنجح العقوبات بكبح جماح إيران في الوقت الذي ترفض فيه فرنسا وألمانيا وروسيا العقوبات وسيملؤون النقص الاقتصادي والعسكري الذي ستواجهه إيران؟ هل ستقوم الدول الأوروبية بتوفير عملة اليورو بدل الدولار لتبادلاتها الدولية؟ وماذا بخصوص العراق؟ هل سيعفى ويستثنى؟ ولماذا يستثنى العراق من العقوبات والجميع يعلم أنه الرئة التي تتنفس منها إيران؟ لماذا وقع العراق على اتفاقيات مع إيران وهو يعلم اعتزام واشنطن فرض هذه العقوبات؟ كيف سترد إيران؟ هل يمكن أن تتهور بهجوم غير محسوب كما هددت وأكدت الاستخبارات الأمريكية؟ هذه الأخبار أو هذه التساؤلات جميعها سنجيب عنها بعد هذا التقرير. أهلا بكم بحلقة جديدة من تفاصيل. لن نسمح بحصول الدولة الأولى في رعاية الإرهاب على أكثر الأسلحة دماراً، هي الجملة التي تختصر الإصرار الأمريكي لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران وفق آلية سناب باك التي تتيح لإحدى الدول المشاركة بالاتفاق النووي الإيراني عام 2015 إعادة العقوبات التي انتهت بموجب قرار مجلس الأمن 2231. العقوبات التي دخلت حيز التنفيذ اليوم 20 أيلول، وفق بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بعد شهر من إبلاغ واشنطن مجلس الأمن بعدم التزام إيران بتنفيذ الالتزامات التي نص عليها الاتفاق النووي الموقع معها، تتضمن قيودا على حظر مشاركتها بالأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة وحظر تجريب الصواريخ البالستية وتطويرها والعقوبات على نقل التكنولوجيا النووية والصاروخية إلى إيران، إضافة إلى حظر بيع الأسلحة التقليدية والذي كان سينتهي في 18 من شهر تشرين الأول القادم.
فبرأي أمريكا أن إيران الدولة الرائدة برعاية الإرهاب ومعاداة السامية في العالم استغلت الاتفاق النووي، حيث أخذ الملالي ثروتهم الجديدة واستخدموها للتحريض على الموت والدمار من اليمن إلى العراق وإلى لبنان وسوريا بذات لغة التهديد ولو مطاعمة ببعض الاحترام. قالت الولايات المتحدة إنها تتوقع من جميع الأعضاء في الأمم المتحدة الامتثال الكامل بالتزاماتها في تنفيذ هذه الإجراءات، مؤكدة أنها في الأيام القليلة القادمة ستستخدم سلطتها المحلية لفرض عقوبات ومحاسبة المخالفين لها. هذه التهديدات جاءت بعد أن أرسلت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا رسالة إلى مجلس الأمن أكدت فيها رفض الإجراء الأمريكي وأن إعفاء إيران من العقوبات سيظل ساريا كونها لم تخرق بنود الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2018. كما اعتبرت روسيا أن الخطوة الأمريكية ليست أكثر من عرض مسرحي لإخضاع مجلس الأمن لسياسة الضغط الأقصى على إيران وتحويله إلى أداة في يدها. لتضيف طهران على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده: نتوقع من المجتمع الدولي وجميع دول العالم الوقوف ضد هذه التحركات المتهورة من قبل النظام في البيت الأبيض والتحدث بصوت واحد. فهل من الممكن أن تكسر الإرادة الأمريكية هذه المرة أمام طهران ومن خلفها الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين؟ أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج تفاصيل. ضيوفنا في هذه الحلقة دكتور حسن هاشميان وهو خبير في الشأن الإيراني، سيكون معنا من واشنطن عبر سكايب. أيضا دكتور فادي السيد وهو رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات الفكرية والاستراتيجية، سيكون معنا من طهران أيضا عبر السكايب. ومعي في الأستوديو دكتور عمر عبد الستار وهو خبير في العلاقات الدولية. أهلا وسهلا بك أيضا دكتور ضيفي في هذه الحلقة. البداية ستكون معك أستاذ أو دكتور حسن هاشميان، برأيك ما الذي يريده ترامب من التغريد وحيدا بعد رفض 13 دولة من أصل 15 في مجلس الأمن من تنفيذ هذه العقوبات على إيران خاصة في هذه الفترة؟ نعم، تحية لكم وإلى المشاهدين. أنا أعتقد هناك نقطتين مهمتين. أولا، الولايات المتحدة من حيث الاقتصاد ومن حيث العسكر باستطاعتها تنفيذ مطالبها وإجراءاتها تجاه النظام الإيراني، وسابقا فعلت هذا الموضوع وفي المستقبل ستفعل هذا الموضوع وبشكل أكثر، وخاصة الموضوع المتعلق بالقرار 1929 بتفتيش السفن الإيرانية. ورأينا هناك تحرك حاملة الطائرات USS نيمس إلى منطقة الخليج، لذلك الولايات المتحدة تصر على هذه القضية ولديها حزم قوي في هذا الاتجاه. النقطة الثانية، إيران يعني اسألوا الجيران واسألوا الشعب الإيراني عن النظام الإيراني. إذا هناك دول لديها مصالح أن تقف في وجه الولايات المتحدة، هذا ليس بمعنى أن حقيقة النظام الإيراني هي حقيقة إيجابية، بل حقيقة النظام الإيراني هي حقيقة سلبية تقمع الشعب الإيراني. هناك نظام شمولي يحكم من خلال السجون والتعذيب، وأيضا يتوسع في الإقليم من خلال الميليشيات وتهديد الدول في الجوار. لذلك هذه الحقائق التي يجب تعاملها من قبل مجلس الأمن أولا، وثانيا من قبل الأمم المتحدة ومن قبل أمين عام الأمم المتحدة التي الآن أصبح لديه موقف حيادي في هذه القضية. أيضا نعم، الدول لكن دكتور المهم هنا، هل ستحقق هذه نتائجها، هذه العقوبات هل ستحقق نتائجها؟ بالتأكيد، وأنا خل أقول لكم بوضوح، اليوم بعد تنفيذ هذه الإجراءات من قبل الولايات المتحدة سوق البورصة في طهران سقط 274 ألف نقطة. الدولار أمام الريال الإيراني ارتفع حوالي 3%، وهؤلاء الذين يعرفون الأسواق الاقتصادية يعرفون معنى 3% في سقوط الريال أمام الدولار ما معناه. لذلك الأسواق الإيرانية على الرغم من كل الشعارات المطروحة في طهران وعلى الرغم من كل الاستعدادات، الآن من قبل النظام الإيراني هناك كان استعداد أسبوع
بأن هناك أخبار سارة وبأن نعمل كذا وبأن الولايات المتحدة منعزلة وما شابه ذلك، ولكن الآن الأرقام تتحدث للعالم أن سوق البورصة يسقط بهذا الشكل، الريال يسقط أمام الدولار، الوضع الاقتصادي متردي تماما، السياسات فاشلة في المنطقة. نعم. وإلى آخر. لذلك نعم. كل الولايات المتحدة بكل قوتها تستطيع اقتصاديا وعسكريا إجراء مطالبها. نعم دكتور فادي، برأيك ما الذي تستطيع إيران، أو بالبداية كيف تنظر إلى هذه العقوبات، وبعد هذا الكلام الذي تحدث به أيضا الأستاذ الدكتور حسن، إلى متى تستطيع الصمود أمام هذه الأرقام الكبيرة التي بدأت بها مع أول يوم من فرض العقوبات، طبعا من الهبوط الاقتصادي؟ طيب لك وللمشاهدين الكرام، بالواقع إذا كنا نريد أن نتحدث بواقعية ومنطق وبالأمور التي يجب أن نتحدث عنها بعيد كل البعد عن الاتهامات وأخذ الموضوع باتجاه واحد وأن نغفل عن الكثير من المواضيع الأخرى، هذا إشحاف ومش منطقي يعني. ثانيا، أن موضوع العقوبات الجديدة القديمة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على الجمهورية الإسلامية في إيران، الميزة الوحيدة اليوم التي نشهدها من خلال الإعلان هو ليس مع إيران بشكل عام، وإنما هو معركة أممية بكل كلمة من معنى. والدليل على ذلك ما جاء في تقريركم وفي مقدمتك الكريمة، وأيضا من طيات كلام ضيفك في استوديو، بأن هناك يعني تريد الولايات المتحدة الأمريكية سلب الموقف واختزال الموقف لمجلس الأمن الدولي واختزاله بالولايات المتحدة الأمريكية. فرأينا أن الروسي جاء ورد بشكل ساحق على هذا الموضوع، وطلب من الولايات المتحدة الأمريكية أن تتحدث بالحقائق وتقف موقفا جدا وتبتعد كل البعد عن مجلس الأمن الدولي. للمشاهد الكريم أقول، إذا كنا نريد أن نتحدث أكثر عن الولايات المتحدة الأمريكية والمعركة اليوم التي نشهدها، هناك صراع حقيقي ما بين سلب الإرادة وما بين شريعة الغاب التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية. سلب الإرادة المقصود منها والقرار الأممي هو سلب إرادة مجلس الأمن، وكذلك الأمر فرض شريعة الغاب. يعني اليوم الولايات المتحدة الأمريكية عندما تخرج من الاتفاق النووي الإيراني اعتباطا وباعتراف وبإجماع من قبل مجلس الأمن، عندما تخرج من منظمة الصحة العالمية، عندما تخرج من مجلس حقوق الإنسان، عندما لا تحترم كافة الإجراءات والالتزامات مع الاتحاد الأوروبي وفنزويلا وروسيا والصين وكافة الدول التي اليوم تواجه مشاكل اقتصادية بجراء الولايات المتحدة الأمريكية وسلوكها الخاطئ في العالم وليس فقط على صعيد الجمهورية الإسلامية في إيران، هذا يعني بأن اليوم المشكلة ليست مع إيران وإنما المشكلة هي عالمية أصبحت اليوم. نعم، الجمهورية الإسلامية هي بالنسبة إلى ما يجري اليوم هي جزء من هذا الإجراء الإجرامي الوحشي الذي والترهيب. نعم. إذا ما الذي باستطاعتها أن تفعله الآن دكتور؟ الأمريكية على الشعب الإيراني. نعم. ما الذي باستطاعة إيران أن تفعله الآن بعد هذه العقوبات الجديدة وعودة القديمة معها أيضا، يعني أصبحت بوضع المضاعف بالنسبة لها، خاصة وأن هذه العقوبات برأيك هل تكون ضارة إلا للشعب الإيراني الذي دائما هو من يتحمل عقوبات مثل هكذا عقوبات وأوامر؟ راقب جيدا والسلوك في الجمهورية الإسلامية، نرى بأن الشعب الإيراني هو من يريد المواجهة وهو من اختار هذه القيادة بالانتخابات الشعبية، وهو من صوت وأجرى الكثير من الاستفتاءات الشعبية في إيران بأنه لا يريد التطبيع لا يريد الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه يرى الويلات التي تعاني منها الأمة العربية والإسلامية من السلوك الأمريكي في المنطقة وتدمير البلاد وتخريبها على حساب الكيان الصهيوني في المنطقة، وكذلك الأمر يريد تقسيم المنطقة باتفاق جديد وهو صفقة القرن المشؤومة التي اليوم تغزو المنطقة
بشكل وقح وبشكل يعني شكل غير مسبوق على صعيد التاريخ. ثانيا أن اليوم الجمهورية الإسلامية لديها القدرات، لديها نعم هناك مشكلة، تعاني من مشكلة مالية بسبب الحظر الجائر. نحن لا نقول أن لا يوجد مشاكل اقتصادية ومالية، المسؤولين في إيران قالوا بكل صراحة وأمام الأشهاد بأن هناك مشاكل، ولكن هذا لا يعني أن إذا كان هناك مشاكل أن تسقط إيران شعبيا وعسكريا ومعنويا وسياسيا أمام الإرادة الأمريكية. سأعطيك مثال واحد، أن فنزويلا هي أقرب بكثير لأمريكا من الجمهورية الإسلامية، والموضوع الاقتصادي والمالي اليوم تعاني بشكل مريب الفنزويلا من جراء الحصار الأمريكي عليها وعلى الشعب الفنزويلي. ماذا جنت الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تزال فنزويلا معارضة ومواجهة وممانعة ضد الولايات المتحدة الأمريكية، ولم تستطع تحقيق قيد أنملة مما تريده في فنزويلا. فكيف نعم بالجمهورية؟ لكن دكتور أنت تتحدث عن الحكومات وتنسى الحديث عن الشعوب، فما الذي جناها شعب الفنزويلي حتى الآن بعد كل هذه العقوبات وأيضا فقر وجوع وسياسة تسري عليه لا أكثر؟ دكتور عمر برأيك بعد 40 سنة على العقوبات الأمريكية لإيران والآن عقوبات جديدة، ما الذي ستفعله هذه العقوبات وما الذي فعلته أيضا سابقا؟ هو من جاء ترامب الحقيقة تغيرت سياسة الاحتواء التي استخدمتها الولايات المتحدة منذ كارتر حتى أوباما مع إيران، وانتقل إلى سياسة يسموها سياسة الإرغام. إيش الإرغام؟ يعني فرض الإرادة بعقوبات قاسية على الطرف الآخر حتى يجعله بين خيارين، بين خيار أن يقبل بالتفاوض أو بين خيار أن يرفض هذا التفاوض. لذلك عندما انسحب ترامب من لوزان، بصراحة هو ما انسحب من لوزان فقط، يعني هاي النقطة يجب أن نشير إليها، هو انسحب من 5+1 كلها، لأن 5+1 زائد إيران هي منصة دولية حاولت روسيا والصين أن تجعل منها منصة دولية للانتقال من عالم قطب واحد إلى عالم متعدد الأقطاب، وهذا ما ترفضه الولايات المتحدة الأمريكية. فانسحاب ترامب هو ليس من الاتفاق النووي أو ليس من 22-31، وإنما من منصة 4+1 كلها. وبالتالي اليوم السناب باك، وبالمناسبة السناب باك هو فقرة موجودة في داعش، فقرة داعش موجودة في القرار، هو رد على أنه بعد 5 سنوات يرفعون الحظر عن السلاح التقليدي اللي هو على أساس 18-10 واللي مجلس الأمن قال يرفع، فشون يرفع؟ فجد السناب باك اصلا احتياطا لهذه النقطه، انه احنا بالسناب باك نرجع كل العقوبات وكانه لا لازال موجوده ولا اتفاقنا هو موجود ولا 5+1 موجود، واي دوله ما تلتزم بهاي العقوبات اللي هي كانت دوليه ستتعرض الى عقوبات اخرى مضافه في هذا الشان. فاذا الصراع هنا يكاد يقول التالي، ايران هي معضله، المعركه مع ايران هي اولا معضله دوليه وليست معضله ايرانيه او اقليميه، هاي واحد. ثانيا الـ4+1 وخاصه روسيا والصين يستخدمون ايران لضرب الولايات المتحده من اجل ان تتنازل من قطب واحد الى مجموعه اقطاب، وايران تضرب امريكا بالـ4+1، فالمعركه الحقيقه دوليه. فهنا انا اعتقد دكتور، هل هذا يعني ان العقوبات ستشمل ايضا الدول الاوروبيه الرافضه لهذه العقوبات الحاليه؟ كل الدول، لكن خلي افسرش الموقف الاوروبي. ترى الاوروبيين عموما هم امريكيون في العسكره والاقتصاد والسياسه، لكن ليش هذا الموقف الاوروبي؟ كلها قاعد تنتظر الرئيس الامريكي القادم. حتى اليوم غوتيريس اللي هو الامين العام للامم المتحده، وتدرين احنا على ابواب الاجتماع السنوي 30/9 لازم يتخذ فد موقف، قال عدم اليقين يخليني ما اتخذ موقف، معناته انه ماكو يقين. يقين ايش وقت يصير؟ يجي ترامب ولو يجي بايدن، لكل لحادث في هذا حديث. فهذا السناب باك هو اصرار امريكي. ترى خلي اقول لك، ترى الموضوع ما له علاقه كبيره بموضوع انتخابه وعدم انتخابه، لان هذا الموضوع اصلا موجود من جاء من 8/5، هو انسحب، ومن انسحب جت السناب باك، والسناب باك بصراحه بند سابع، 6 قرارات تحت البند السابع. وبالتالي الحقيقه هذا شيء ادي
شوف خلي أنطيش معادلة، هاي استخدموها الأمريكان مع صدام والآن دي يستخدموها مع إيران. هو نقل التوتر مع هذا الطرف يسموه المارق أو الإرهابي، نقل التوتر إلى درجة الأزمة وصولا للنزاع اعتمادا على سلوك الطرف المقابل. فإيران هنا هاي العقوبات هدفها أن تتآكل خيارات إيران وقناعات إيران ويزداد الانشقاق، ليس بين الإصلاحيين والمحافظين، بين المحافظين أنفسهم، وهذا سيؤثر على القرار الإيراني. هل سيذهبون إلى انشقاق داخلي وحراك داخلي، أم سيذهبون إلى ارتكاب حماقة في الخارج، أم سيذهبون إلى التفاوض؟ كل هذه الخيارات الحقيقة هي من أهداف جيوسياسية. والنقطة الأخيرة وأختم جواب على سؤالك، هو هاي معضلة دولية ويضربون الصين بها، ترى هاي اللي يصير على إيران صراحة. الحماقة دكتور التي ذكرتها، هل من الممكن أن تكون حربا تبدأها إيران بإحدى الحماقات التي أو ما وصفتها يعني حضرتك أنا أعتقد بالحماقات؟ أنا أعتقد هذا السلوك الأوروبي وهذا بعض الرسائل البايدينية بين قوسين وهذا الانقسام الدولي بمجلس الأمن يخلي إيران ما تقفز إلى أن تضرب، إلى أن تضرب في هاي الفترة. ربما هذا الشيء يصير بعدين وراء ميجر رئيس الأمريكي القادم في كانون الثاني 2021. لكن خلي أقول لك بصراحة، ترى إيران هنا هي رأس حربة لروسيا والصين في ضرب أمريكا، وأمريكا أيضا قاعد تستخدم رأس حربة حقيقة في الصدام اللي قاعد يصعد أيضا بين أمريكا وبين الصين، وكل شيء بمفتوح طبعا في المرحلة القادمة. نعم، إذن دكتور هاشميان كيف تعلق على الكلام الذي قاله ضيفي في الأستوديو دكتور عمر؟ هناك يعني بعض الحقائق موجودة في العلاقة الأمريكية الأوروبية. أنا لا أعتقد أن أمريكا ستعاقب الأوروبيين أو تفرض عقوبات على الدول الأوروبية. الحقيقة هي أن الإجراءات الأمريكية عززت موقف الأوروبي التفاوضي مع النظام الإيراني. موضوع حظر السلاح هو موضوع أوروبي قبل أن يكون أمريكي، لذلك من خلال هذه الإجراءات الأمريكية أوروبا الآن تستطيع تضع شروط على النظام الإيراني، يعني من جهة تعارض الولايات المتحدة في الخروج من الاتفاقية النووية ومن موضوع فرض العقوبات الجديدة وإعادة العقوبات السابقة، ومن جهة أخرى تريد حظر السلاح أن يستمر على إيران. يعني هناك اتفاق موجود بين الأوروبيين وأمريكا، ولكن لم يمشوا في مسار واحد، أن حظر السلاح يجب أن يستمر، وخاصة هناك مصالح للدول الأوروبية في منطقة الخليج، ولذلك لا يمكن السماح لإيران مثلا تصدير أسلحة للحوثي أو لميليشيات أخرى في المنطقة أو تقوم بزعزعة استقرار المنطقة كما هي عادتها. لذلك أنا لا أعتقد أن الولايات المتحدة تريد المواجهة أو فرض عقوبات على الدول الأوروبية. المشكلة الأساسية والصراع الأساسي هو موجود على بقاء أو موت الاتفاقية النووية. في حال تماشي الأوروبيين مع الولايات المتحدة ودخولهم في سناب باك ورجوع العقوبات الأممية، هناك سنرى موت الاتفاقية النووية بشكل كامل. وأيضا هناك جهات في داخل إيران، مثلا رأينا مركز الدراسات في مجلس الشورى الإيراني أعطى تعليمات قاسية بأن إيران تخرج من الاتفاقية النووية، بأن إيران تخرج من معاهدة حظر الانتشار النووي، بأن إيران تعيد 19,000 من أجهزة الطرد المركزي، بأنها تخصب يورانيوم إلى حوالي 14,000 كيلو. لذلك هناك مطالب جدا متشددة في داخل إيران، وهذه المطالب تطرح في موازنة المطالب والإجراءات الأمريكية في المعادلة والمساومة مع الأوروبيين. لذلك هناك جهتين
يعرضون وسائلهم ويعرضون أداتهم لموضوع المساومة والمفاوضات. نعم دكتور، في بداية سؤالي لحضرتك كنت تبتسم عندما سألتك التعليق على كلام الدكتور عمر من خلال قولك بأن الولايات المتحدة لا تريد صراع مع الدول الأوروبية، لكن ما الذي ستفعله الدول الأوروبية لمساعدة إيران إن كانت ترفض فعليا هذه العقوبات ولن تشكل بالنسبة لها أزمة، طالما حضرتك ترى بأن الولايات المتحدة لا تريد حربا مع أوروبا؟ فعليا أوروبا ستتماشى مع هذه العقوبات، لا تعمل أي شيء تجاه هذه العقوبات، لا تفتح قنوات مالية للنظام الإيراني، جربت سابقا قنوات مالية وفشلت كل هذه الخطوات، حتى القنوات الإنسانية التي جاءت من قبل سويسرا حتى الآن لم تعمل إلا بترخيص الولايات المتحدة. المشكلة الأساسية في أوروبا هي ليس الدول الأوروبية التي تقاطع إيران وتدخل في العقوبات الأمريكية ضد إيران، بل هي الشركات الأوروبية. مثلا شركة زيمنس الألمانية لديها 20,000 موظف في الولايات المتحدة، لديها مصالح كبيرة في الولايات المتحدة، لا يمكن زيمنس تتقاضى عن هذه المصالح وتذهب وتتعامل مع النظام الإيراني. هناك شركات أوروبية أخرى أيضا، مثلا شركات نفطية في فرنسا، لا يمكن، لديها مصالح جدا كبيرة مع الولايات المتحدة، لا يمكن تتخلى عن كل هذه المصالح وتذهب تتعامل مع نظام شمولي تحت العقوبات. لذلك المشكلة في أوروبا أن الشركات الأوروبية وفقا إلى القواعد الاقتصادية، وفقا إلى مفاهيم الاقتصاد، لا يمكن لها أن تتعامل مع النظام الإيراني وليس الدول الأوروبية. نعم دكتور، البعض يقول بأن هذه الخطوة هي فقط أو هذه العقوبات هي مجرد استعراض لترامب حتى يقدم على الانتخابات الرئاسية، هل توافق هذا الكلام أم لا؟ لا شك أن لها تأثير في الانتخابات الأمريكية، مثل ما رأينا حسب الإحصائيات هنا في الولايات المتحدة، موضوع اتفاق السلام بين الأمارات وبين إسرائيل رفع حوالي 2% من حظوظ ترامب في الانتخابات الأمريكية. أيضا هذه الخطوة ستدخل وترفع حظوظ ترامب، ولكن هذه جزء من سياسة معروفة في الولايات المتحدة وأجندة واسعة في الولايات المتحدة متعلقة بحزب الجمهوري ومعارضته لسياسات الحزب الديمقراطي وما قام به السيد أوباما تجاه النظام الإيراني. لذلك هو ليس هنا فقط اعتقاد في موضوع واحد وهو الانتخابات الرئاسية، بل هذه الأجندة شاملة بها نقاط كثيرة متعددة وتشمل كل المصالح الأمريكية. يعني هذا يعني حتى في حال خسارة ترامب أو فوز بايدن؟ بالتأكيد بالتأكيد، وهذا قال بايدن، قال لم ينفتح، يعني في مجيء السيد بايدن أمريكا لن تنفتح فورا على النظام الإيراني، بل الديمقراطيين عكسا للجمهوريين وعكسا لترامب سيتعاملوا مع الأوروبيين لإجماع دولي ضد النظام الإيراني. هذه أساس الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين. نعم دكتور، السيد في طهران، هل فعليا تعول إيران على نجاح بايدن بالانتخابات الرئاسية أم أنها مجرد أيضا تحليلات سياسية للأمر؟ موضوع الانتخابات بالنسبة إلى الجمهورية الإسلامية، إن كان ترامب أو بايدن هما واجهان لعملة واحدة وهي الإرهاب في العالم والمنطقة، والجمهورية الإسلامية هي تسير في، يعني تأخذ دورها وتعمل حتى لو كان هناك إجراءات جائرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، مهما كان أو ما يعني إذا اختلفت الأشكال والوجوه، لكن السياسة الأمريكية هي سياسة واحدة، والاحتلال الإسرائيلي موجود في فلسطين المحتلة، وستبقى الولايات المتحدة الأمريكية الداعم الأول لهذا الاحتلال. ومشكلة الولايات المتحدة الأمريكية الأساسية مع الجمهورية الإسلامية في إيران هي مشكلة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة. والدليل على ذلك أن الرئيس السويسري عندما ذهب الرئيس حسن روحاني في زيارة إلى سويسرا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع شروط أمام الجمهورية الإسلامية لفتح البازار السياسي والإقليمي أمام الجمهورية الإسلامية، هي بالتنازل عن قضية فلسطين وأعطاء الأمان والاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي وعدم دعم المحور المقاومة والممانعة بالسلاح.
ثالثا الجمهورية الإسلامية رفضت هذا الموضوع ولا يمكن أن تقبل به. واليوم نرى الخيانة العربية لقضية فلسطين واضحة جهارا نهارا، وطعنوا قضية فلسطين وباعوا الشعب الفلسطيني بثمن بخس، وذهبوا يهرولون ويطبعون مع الاحتلال الإسرائيلي بكل وقاحة وبدون أي مقابل رضا الأمريكي ورضا الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة. خامسا اليوم الموضوع الأساس هو أن اليوم الجمهورية الإسلامية تمسكها بهذا قضية فلسطين هي تعاني من هذا الموضوع ومن الحظر الجائر الأمريكي. اليوم الأمريكي بكل صراحة أقولها، وهذا يأتي في ضمن الرسائل التي ترسلها الأمريكا إلى الجمهورية الإسلامية، إذا كنت تريدين أن تعترفي بإسرائيل وتقومين بما نطلب منك بهذه الشروط، تعترفين بهذه الشروط، نحن نجعلك سيدة على المنطقة ونحن نأتي ونبني لك مفاعل نووية وما تريدين من ذلك. لكن نعم. الجمهورية الإسلامية لا تبيع القضايا ولا تبيع فلسطين ولا قضية فلسطين، ليس من أجل أن فلسطين كفلسطين، وأن هناك ما بعرف شو في بعض الناس بيتاجروا بهذا الموضوع. اليوم الجمهورية الإسلامية تتعامل بهذا الموضوع من الناحية الدينية والأخلاقية والإنسانية، أصل المبادئ نعم. الموجودة في نعم. الجمهورية دكتور الإسلامية. دكتور بصراحة نحن لسنا اليوم بصدد الحديث عن فلسطين والقضية الفلسطينية، لكن ما الذي قدمته طهران والسياسة الإيرانية للقضية الفلسطينية حتى الآن؟ يعني نحن لا نرى سوى الشعارات، لم نرى شيئا على الأرض، لا هجوم، لا قصف، لا صواريخ، لا اغتيالات. إسماعيل هنية هو خير شاهد على ذلك، وتصريحات إسماعيل هنية من غزة هي تؤكد بأن لولا الجمهورية الإسلامية لما أبقى قضية فلسطينية، وشكر الجمهورية الإسلامية جهارا نهارا وقال نشكر الجمهورية الإسلامية على دعمها بالسلاح والمال وكل ما تمتلك للشعب نعم. لكن هنالك من يقول بأن إسماعيل هنية مغلوب على أمره. على أي حال، بعيدا عن القضية الفلسطينية دكتور، كيف سترد طهران الآن على هذه العقوبات الأمريكية؟ هل هنالك من مجال أصلا للرد؟ كثير من المجال. المجال الأول تحدث عنه ضيفك في الاستديو أن هناك الموضوع النووي وعدم الالتزام بالاتفاق النووي، يمكن للجمهورية الإسلامية أن تتملص أيضا من بنود، وهذا حق شرعي ضمن الاتفاق النووي أنها تعيد وتفعل المفاعل النووية التي تم إغلاقها بناء على الاتفاق النووي الإيراني، وهذا يشكل تهديد كبير لإسرائيل وللولايات المتحدة الأمريكية. ثانيا هناك مخطط رفعته المقاومة، محور المقاومة والممانعة وعلى رأس الجمهورية الإسلامية بعد اغتيال الفريق قاسم سليماني في العراق، هناك قرار اتخذ وهو إخراج الأمريكي من المنطقة، وهناك عمليات عسكرية اليوم نشهدها في العراق ضد الوجود الأمريكي في العراق، واليوم القرار عندما تريد الإيران أن تخرج الأمريكي من المنطقة يمكن لها أن تخرج وتمنع الولايات المتحدة الأمريكية من أن تأتي إلى خليج الفارسي وإلى كافة المناطق التي يمكن أن تصل لها الصواريخ الإيرانية. أما موضوع الأسلحة وحظر الأسلحة ومنع الجمهورية الإسلامية من تصدير الأسلحة، الجمهورية الإسلامية هي تصنع أسلحة وتعطي للشعوب العربية والإسلامية أسلحة من أجل الدفاع عن نفسها أمام المخططات الأمريكية الجائرة والتفتيتية للمنطقة، وهي تساند بالسلاح والمال وكل ما تمتلك من قوة، إن كان الشعب الفلسطيني وإن كان الشعب السوري وإن كان الشعب العراقي وإن كان الشعب اللبناني وحتى الشعب الفنزويلي كذلك الأمر، ذهبت وقدمت له النفط رغم أنف الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. اليوم هناك معادلة قوة، الجمهورية الإسلامية تمتلك القوة والولايات المتحدة الأمريكية تعلم حجم القوة التي تمتلكها الجمهورية الإسلامية، ولو استطاعت أمريكا أن تسقط إيران قيادة وشعبا لفعلت من 40 سنة، ولكن إلى الآن لا تستطيع هذا الموضوع وهي عاجزة ومكبلة. وبالسياسة أيضا نرى بأن الجمهورية الإسلامية وضعت الولايات المتحدة الأمريكية في عزلة دولية، وحتى الاتحاد الأوروبي لا يتماشى مع السياسة الأمريكية، لأنه يعلم بأن السياسة الأمريكية هي سياسة خاطئة، وهذا على لسان المسؤولين الأوروبيين وليس من عندي. نعم. يعلم بأن السياسة الأمريكية سياسة خاطئة وستهدد الأمن العالمي للخطر. والأوروبا تقول بأن الخروج من الاتفاق النووي يعني هو ضرب للسلم العالمي، ويعني أيضا كذلك الأمر أن الانفلات للسلاح والانتشار الأسلحة النووية،
كل المجالات اليوم، كل المعطيات، كل الدراسات تؤكد بأن أي مشكلة. وهون بعد في تعليق على ضيفك اللي كان عم بيقول أنه الجمهورية الإسلامية يمكن أن هي تحارب على أمريكا، منذ 40 سنة إلى اليوم نقول لكم بأن الجمهورية الإسلامية لا تكون هي البادئة بالحرب، هي خط الدفاع عن وجودها في العالم. والحرب الثمانية سنوات التي شنت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والعالم على إيران كانت خير دليل على ذلك. نعم. دكتور عمر، بحديث الدكتور السيد عن أمور إيران ودخولها في عدة قضايا ومساهمتها بالقضية الفلسطينية ودعم الدول العربية وفنزويلا وغيرها توضع على جنب، لكن الحديث الآن عن الاتفاق الحالي الفعلي الذي يسري بات اليوم يسري على إيران، العراق الجار الذي يوجد في نقطة إقليمية قريبة جدا يستثنى دائما من أو بالعادة يستثنى من العقوبات التي تفرض ويترك مفتوحا لإيران، لماذا يستثنى رغم معرفة الولايات المتحدة بأن العراق هي رئة ومتنفس لإيران في ظل أي عقوبات تفرض عليه؟ شوف، إيران نظام ومحور، يعني احنا خلينا نقول هم عندهم يقولون المحور جزء من النظام بيد الحرس الثوري، والمحور الواسطة مال العقد مالها هي سوريا، وبالتالي لن يتعافى العراق ولبنان ما لم تخرج إيران من سوريا، هي هاي المعادلة. أوكي، وأكو قرار يعني حتى ذكر رئيس وزير الدفاع الإسرائيلي مو بهاي الحكومة اللي قبلها يمكن اسمه نفتالي بنيت، قال على إيران أن تخرج من سوريا نهاية 2020، يعني يجب أن يسجل 21 وإيران ما موجودة في سوريا، عندها يمكن أن ترتد الأمور على داخل النظام داخل إيران يعني، وهذا ربما يحصل. احنا نشوف أكو حراك في شرق سوريا، نشوف حتى أكو حراك إيراني وحراك أمريكي بالمناسبة. هذا كان أيضا واحدا من الشروط لتخفيف العقوبات على إيران. نعم، هو هذا الشروط بومبيو، العراق الشرق السادس، وأعتقد الخامس يخص المعتقلين، وأعتقد السابع يخص سوريا، يعني انسحاب صاحب القوات الإيرانية. فإيران مصرة لحد الآن على عدم الخروج من سوريا. عدم الخروج من سوريا، إذا أصرت إيران على عدم الخروج من سوريا حتى نهاية هذا العام، صار التركيز على لبنان وعلى العراق. شوف، ترى هذا الانفجار مال بيروت ونقل المعركة ترى من إخراج إيران من سوريا إلى أنه احنا ترى نعلق بيروت وربما يعلقون العراق بالمناسبة. احنا يعني خلينا، لكن هو تدرين المعركة هي مو معركة يعني صدام عسكري، وإنما هي معركة إرهام، يعني خارجية، خزانة، مخابرات، وينزل البنتاغون عند الحاجة كما نزل في 3/1/2020 وقتل المهندس وقتل سليمان، وهذا قد يتكرر، لأن هذا هو هاي سياسة الإيش، سياسة الإرغام، إرغامك على أن تقبل بكأس المر وإلا تروح إلى كأس الموت، يعني هو هذا. فالآن إحنا في العراق عندنا انتفاضة، عندنا نجف سيستاني، والصراع بين قم والنجف موجود، صراع بين الانتفاضة وبين ميليشيات قم موجود، عندنا كاظمي بدأ يعمل بالحروب على السلطة اللي إحنا النخبة مكان نخبة، عندنا قليم كردستان، فعندنا عملية سياسية الهدف هو أن تتحرر من يد الميليشيات. فتقريبا الآن بالعراق عندنا جبهتين، جبهة مع عودة الدولة وجبهة ترفض عودة الدولة، وتبقى إيران، تبقى العراق مثل ما ذكرت حضرتك رئة اقتصادية، بنوك هائلة، موانئ، منافذ، شركات، مؤسسات، حدود، موانئ، كلها بيد أطراف خاضعة. بل شنو خاضعة؟ هي هم إيرانيون أكثر من الإيرانيين بصراحة، يعني هسه حتى حزب الله ترى هو إيراني أكثر من إيران، وترى إيران تجيها فد يوم تبيع هؤلاء، ليش؟ لأن تطرف هؤلاء ربما قد يكون يعني إيران ما تقدر تتحمل المحافظة على نظامها. لذلك حقيقة تحرير العراق يحتاج جهد مو فقط أمريكي إيراني، وإنما جهد محلي زائد جهد إقليمي في هذا الموضوع. أنا أعتقد سؤالك مهم، ليش؟ لأن السناب باك عوفينا من 5+1، عوفينا من 200 دولة، إذا أكو دولة راح يسرع عليها العين في تنفيذ السناب باك وأمريكياً بذراع أمريكي ومن هم مع الدائرة الأمريكية هنا فهو العراق، يعني إخضاع إيران من خلال العراق بالسناب باك.
أنا أعتقد السناب باك مهم جدا أن نفكر به. هل تعتقد أن السناب باك سيكون بمثابة تغير في السياسة الدولية، أم هو حقا في هذه المرحلة حق للولايات المتحدة لفرض إرادتها الدولية؟ سيدتي العزيزة، أول شيء موضوع الحق والباطل موقف بالسياسة، إحنا موضوع قانون لو موضوع قوة، لا الحقيقة هو صراع سياسي. حتى اتفاق لوزان نفسه، حتى الاتفاق النووي نفسه هو صراع سياسي بين الصين وروسيا وأمريكا، واحد يخلي هاي الفقرة وواحد يخلي هاي الفقرة. السناب باك يا سيدتي هو تشيع لوزان إلى مثواه الأخير، انتهى لوزان، مات يا أوباما يا جماعته في أمريكا، يا ثلاثة زائد واحد عفوا الأوروبيين، يا روسيا يا الصين يا إيران، اعرفوا أن لوزان مات. ترى حتى الموقف الأوروبي في عدم الوقوف هنا ترى من أجل أن لا تخرج إيران من لوزان. شوفي الديمقراطيون واليساريون في العالم مع روسيا والصين وإيران يريدون منصة. إذا وسعنا الحلقة ووصلنا إلى الصين، هنالك من يقول بأن هنالك أيضا اتفاق اقتصادي كبير ما بين الصين وإيران، هل هذه العقوبات الآن العقوبات الأمريكية جاءت للقضاء على أو وقف هذا الاتفاق ما بين الطرفين، يعني ضرب لإيران وضرب للصين في ذات الوقت؟ وأنا ما كملت الجواب على السؤال الأول، لكن أرجع على السؤال هذا. شوفي خميني وخامنئي من جو قالوا لا شرقية ولا غربية، إحنا يعني لا إحنا ويا الصين وروسيا ولا إحنا ويا أمريكا. بتعكزهم على الصين قتلوا أنفسهم بأنفسهم، يعني الخطأ القاتل لثورة خميني هو أن تتعكز على عدو لأمريكا. هذا خطر كبير على الصين، على إيران أن تفعله في هذه المرحلة. وهذا اللي أقول لك إياه، أنه إيران تبحث الآن عن أي منفذ أو مخرج لها لتخرج من الأزمة التي باتت فيها. إيران تخرج من عقليتها، يعني شايفة يا ستي، أنا أسمع الضيف من طهران يتكلم، شايف اكو كبائر بالدين، عفنا من الدين، اكو كبائر بالسياسه. يعني انا اتكلم لك هنا واقع، ما اتكلم لك مع او ضد. واحد بالخليج اللي هي ايران، بالخليج العراق والسعوديه، واحد بالخليج عنده نفط، ترى النفط عند امريكا اهم من النووي، ومستعده امريكا تستخدم النووي لمن يستخدم النفط سلاحا في المعركه. بالمناسبه واحد بالخليج يستخدم النفط سلاح في المعركه، يتحالف مع الصين ومع روسيا ويعادي إسرائيل ويعادي السعودية ويعادي الولايات المتحدة، هاي يسموها كبائر السياسة الدولية. اللي يصير بها يسقط كما سقط مصدق، وكما سقط الشاه، وكما سقط صدام، وكما سقط وكما سيسقط خامنئي. هاي قصدي، هذا منطق أنه إيران، تدرين خليك أقول في كلمة وأختم جواب على سؤالك، إيران هي رأس الحربة في الحرب الباردة بين السوفيت وبين الأمريكان. ليش؟ لأن إيران مجاورة للسوفيت. أي بلد مجاور للسوفيت، والآن تروح على الصين، أي بلد مجاور للسوفيت لن تتخلى الولايات المتحدة عنه حتى يعود كما تريد الولايات المتحدة إلى المجتمع الدولي، مو بالطريقة الإيرانية العقلية القومية مال الشاه والعقلية الدينية مال خامنئي، لا بالعقلية الواقعية اللي يمشي عليها النظام الدولي. نعم دكتور عمر عبد الستار الخبير في العلاقات الدولية، كنت ضيفي من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. شكر موصول أيضا إلى دكتور حسن هاشميان وهو خبير في الشأن الإيراني، كنت معنا من واشنطن عبر سكايب. وأيضا دكتور فادي السيد رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات الفكرية والاستراتيجية، كنت معنا من طهران. شكر موصول لكم أيضا مشاهدينا على متابعتنا في هذه الحلقة من تفاصيل، نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، إلى اللقاء.